الاتحاد الأوروبي غير جدي بمسألة العقوبات، وهذه يعني ضمن حلقات طويلة على مدار سنوات، وهو يشاهد تركيا من الدول التي يعني سجلت أرقام قياسية وخطيرة في موضوع الانتهاكات، نعم. إضافة إلى قضية عثمان كفالة التي يعني أقرت المحكمة الأوروبية أو قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عنه. هذا موضوع متجدد في كل قمة أو في كل اجتماع وزاري أوروبي يجري الحديث عنه، ولكنه لا يجد سبيلا للتطبيق لاعتبارات كثيرة، من بينها أن الدول الأوروبية بالأصل غير متفقة على فرض عقوبات على النظام التركي، نعم. ويتزعم هذه الجبهة أو هذا الاتجاه في داخل الاتحاد الأوروبي ألمانيا وحال المجر وإيطاليا وإلى حد ما إسبانيا. لا يوجد جدية في ملف حقوق الإنسان، وكما ذكرتم في تقريركم فإن الاتحاد الأوروبي يتعامل بازدواجية عالية في هذا الملف. لقد قام بفرض عقوبات على أذربيجان وأجبرها على إطلاق معارض سياسي لديها وهو عام يهدد الآن بفرض 2018، إجراء تأديبي تجاه أنقرة. يهدد ويحذر، وهذه لغة الأوروبيين باستمرار يعني على مدار الأزمة المتعلقة بحقوق الإنسان في داخل تركيا، لكن كل هذه التهديدات والتحذيرات لم تجد لها يعني، بالعكس أوروبا زادت من حجم المساعدات الاقتصادية إلى تركيا خلال الفترة الفاتت، و يعني في قضية اللاجئين هي تتعامل بحساسية عالية، نعم. وترى في تركيا حليف أساسي في حلف الناتو يحقق لها يعني مصالح أمنية وعسكرية في قد نعم. تحتاجها أوروبا في مرحلة ما. يجب أن لا يغيب عن بالنا أن تركيا هي شريك في الناتو، ويستخدم قواعد عسكرية تركية في الكثير من عملياته في منطقة الشرق الأوسط، وهذا الاعتبار يأخذه الأوروبيين بعين الاعتبار، ويقرر في المواقف الأوروبية المختلفة. صحيح أن هناك يعني اتجاه قوي تتزعمه فرنسا واليونان وإلى حد ما قبرص باتجاه فرض نعم. عقوبات وإجبار تركيا على الالتزام بملف حقوق الإنسان والانتهاكات التي تتعلق في منطقة شرق المتوسط أو في البحر يعني، والتنقيب على الغاز، لكن رغم ذلك هذا الموقف هو أقل تأثير من الموقف التي تتزعمه ألمانيا، والتي يعني حاولت إيجاد مخارج على غرار الجولات الاستكشافية التي جرت ما بين اليونان نعم. وتركيا، المفاوضات الاستكشافية، يعني بما يوحي أن ألمانيا هي آخر بلد معني بفرض عقوبات على النظام التركي وضحت الفكرة وتبحث أستاذي. عن مخارج ولو على حساب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. شكرا جزيلا الكاتب والمحلل السياسي محمد أبو مهادي على هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة من بروكسل، شكرا جزيلا.